صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه وعليه صاحبه اجمعين. اليوم ابشركم زواج اخوي سامي، ما طليت عليكم لاني والله مشغول تعرفون، وما قمت البس المجلح، بلبسها ان شاء الله بعد شوي ان شاء الله. يلا حي يلا. ارحب يا العريس، ارحب 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 يا ولد. ايش الزين هذا؟ ما يا ولد لازم تصير عريس كل يوم. ارحب 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 يا رب. حي والله عريس يا سامي، والله عريس ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، يجعل ان شاء الله زواج الدهر زواج السعاده، ويرزقكم ان شاء الله بالبنين والبنات. هذول طبعا الحراس، هذول حراس، هذول البودي جارديه، هذول محازم، المحازم مليانه. يلا 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 حيهم يا مرحب يا مرحبا، يلا حيهم يا هلا وسهلا يا مرحب، حي الله العم غصاب يا مرحب. يلا حي نواف الزهراني يا مرحب يا مرحب، شرفين ومبروك والله يديم افراحكم ان شاء الله. يا رب حيهم يا رب حيهم، هلا بالحلو. يلا حي مبروك لسامي والله يستاهل، الله يبارك فيك ويحييكم ترحيب المطر يا حبيبي. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، يلا حيهم يا رب حيهم، يلا حيهم يا هلا. والله يا متابعيني اني ودي ارحب فيكم جميعا، وانه يعزمكم كلكم، لكن ابشروا ان شاء الله هذا زواج سامي، ما عزمتكم كلكم، لكن في زواجي انا ان شاء الله. في زواجك لازم تعزم الشعوب من كل ارض، والله لازم الشعوب الشعوب. يلا حيهم يا مرحبا يا مرحبا، يلا حيهم حي الله الشيخ متعب ابو محمد يا مرحبا، من زمان ما شفته والله، انه كان معلم من الناس اللي نحبهم وينصحنا ونسمع له. الله يطول عمرك يا ابو محمد، اي والله من اهل الدين اللي نحبكم، الله يوفقك يا ابو محمد. يا مرحبا، هذا واحد المحوية يا رب يحييك. الله يحييك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن العائلين إن شاء الله المقبولين في هذا الشهر الكريم، أول ما نبدأ نرفع آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهد الأمير محمد بن سلمان والأسرة المالكة وجنود الرواس المرابطين على الحد الجنوبي. ثانيا نبارك لأرسام هذه الليلة وندعو لهم دعاء رسول، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير وارزقهم الذرية الصالحة واجعلهم من حفظة القرآن الكريم. الأخبار والأعلام لا أخبار ولا أعلام، كلنا جماعة واحدين. وصلنا بنا نسلم عليكم ونبارككم وكل عام وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على أبناء يا مرحب أعداد الحد، الله يحييه فراح السن. الأخبار نبدي على مدير ما تخبار ولا نسمع الدم مثل ما تسمعون، والله يسمينا خير ابن ومال الحمد لله رب العالمين، معيدين والله يعيننا الله يبارك لنا وشكرا على على كل حال. نسال الله العظيم ان يحفظ بلادنا وحكامنا وقدرنا ورجالنا وجنودنا المرابطين. ثانيا نسال الله ان يبارك الحسن ويجمع بينهم الخير ويحفظهم به الصالحين. نسال الله مرحبا اعتقدها نكذب الترحيب، نكذب الترحيب باسم ابن عمنا رشيد بن محمد واخوانه واسم اهالي محويه كافه. يا مرحبا تراحم الله، الله يحييك الثاني والمهم والمهم، واجبنا نقدم لكم عزيزي ومن
واجبكم ستتجاوبون بالموافقة أعرفكم الله يحييكم يا الله حضرهم كيف تنظركم أباكم الله حياكم يا الله الشخص عاد الغامدي جانا من بني غامد الله يحييه ترى حيب المطر مرحبا تستاهل من يعني تستاهل من يجي الله رجال رجال موافق كله ما يطول كل من يعني الله كل من يجي يتمشى الله يطول وهذا والله شيء كثير من كثير الله يحييك الله يحييك تحيا الله يحييك يا نافداك الله يطول عمرك الله يحييك الله يحييك اهم شيء احلى شيء عندي انا صراحه في هذه الزواجات اقسم بالله هذا نعم نعم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شوف العريكه والشغل والحركات الزينه هذه ما تلقاها في العالم ولا في ارقى مطاعم اوروبا ولا امريكا ولا الهند ولا الصين ها الجنوبيه الاكلات الشعبيه الجنوبيه الله يعز الجنوب واهل الجنوب يعز السعوديه اي والله ما شاء الله تبارك الله شوف شوف يلا حي عمي احمد يا مرحبا يا ربي حيه مرحبا هيله بالعافيه حياكم الله يلا حيه يا هلا يا هلا يا هلا بالعم يا مرحبا ارحب ارحب عطها الصحه تفضل التاخير والله سلامات والله يا عم عمي كان تعبان في المستشفى سلامات والله ما يجيك باس ما يجيك باس مرحبا ترى حي استاذ عادل يلا حيه ابن العم مرحبا هيل الله يبارك فيك الله يتبارك رابع استغفر الله عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بالجميع الله يحييكم ترحيب الله الجميع يرحبكم يقولون الله يحييكم كل عام وانتم بخير هناك هدايا رمزيه بسيطه مقدمه من العريس واخوانه على راسهم القيصر رياض الله يحفظه ويطول عمره بيقدمها لكم الله يحييكم وبعض الاحباب الله يحييكم جميعا فليتفضل مشكور تفضل يا ابو بخيت يقدم الهدايا الله يحييكم مشعل هذه هديه لمشعل ولده وين مشعل يا مشعل 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 بن عبد الله مشعل مشعل بن عبد الله الرياض يلا يا رياض تعال سلم على سلم على عمك بعضها هديه لعم خيط هذه العام يستاهل الاسره وعميدها يعطي العافيه عم احمد عمي احمد عم احمد عاجل ابن احمد يجيك لا حدك يوصلك يا ابن عادل يعطيك العافيه ابو عادل طول عمرك ابو عادل مر بوعك الصحيح نسال الله له الشفاء ونعم الصحه والعافيه
يعطيك العافية استاذ سعد بن محمود. يا ابو محمد تفضل هذه ساعة اللي تمت الموضوع واكثر من اشتغل وتعب الله يطول عمرك يا ابو محمد ما قصرت والدنا والدنا خالي سعد بن محمود عبد الله بن حمود وهذه الهدية انا مقدم على هذه الوجيه ومسدد استاذ ابو محمد انت الرجل الخليل يا سيدي